خويا نقول الحمد لله على كل حال. الاشكال اللي كاين هو الشيء تاع الله سبحانه وتعالى. الشتاء ما كاينش هذا العام كما عارفين الناس كاملين جميعا. والمشكل الكبير اللي طايحين فيه هو احنا الحمد لله من ناحيه توكل في كرشك بخير وعلى خير، ولكن احنا كنشوفوا من ناحيه هذا الجمال كما كنقولوا بين المسؤولين يشوفوا فيه بعين الرحمه اللي هو يحاولوا. بالنسبه للاعلاف راه كاين واحد الاثمنه اللي هي خياليه، الاثمنه خياليه. يعني مثلا الذره كما كنقول احنا البشنه كنا كنشروها ب 120 درهم 140 درهم كاع الى غلات في السوق، حاليا وصلت حتى ل 200 درهم 210 درهم للخنشه. يعني بالنسبه لينا حنا وسيرتو حنا كاين في هذا القطاع السياحي اللي هو حاليا ميت، واحد الميته اللي هي لا يرثى لها. ما نقدروش نوفروا بين الحاجيات ديال المنزليه والحاجيات ديالهم هما. حنا كنتمنوا من الناس اللي مسؤولين على الفلاحه، القطاع الفلاحي، يديرنا شي دعم لهاد الحيوان هادو. زعما صراحه كيبقاو فينا بزاف، والله الا كتشدنا البكيه ملي كنبقى نشوفو فيهم ما كنلقاو باش نكافيهم. اش نقول لك، والله العظيم الا كاين بعض الحوايج اللي كنصبروا فيها على حقها باش نوفروا غير الدراري الصغار. حنا كنفرطوا في الملبس ديالنا، ما نلبسوش، نفضلوا ما نلبسوش غير باش نوفروا للدراري الصغار اللي ما عارفين والو باش نوفروا. نقول لك الحمد لله، الحمد لله على كل حال، ولكن بالنسبه للجائحه تكرفصنا فيها بزاف. السياحه الداخليه كاينه الحمد لله واحد شويه، ولكن ماشي داكشي اللي كما كنقولوا حنا غير مسمك باللغه العربيه، يعني غير مسمك غير مديباني. والحمد لله على كل حال هادشي اللي كاين، ما عندنا ما نقول. بالنسبه للاعلاف ديالهم هي كيستهلكوا، يعني تقريبا يقدر ياكل لك بين 40 درهم حتى 50 درهم حتى 60 درهم في النهار اللي بيت الله فيه. دابا حاليا ما تقدرش توفر لي حتى 20 درهم ديالو في النهار، حتى 20 درهم ما تقدرش توفرها لي. علاش؟ لانه كما قلت لك راه داكشي اللي كتصور يا ربي كيكافيك في المعيشه ديالك انت. حنا دابا كنعتمدوا على الغابه، والغابه كما شتي راه ما كاينش الشتاء. كما قلت لك كنطلبوا من المسؤولين اللي يعني مسيرين القطاع الفلاحي يتعاونوا معنا، يديرنا شي دعم. راه كاين، راه ماشي ما كاينش، كاين الدعم، يدوروا علينا ولا يوجهونا لشي بلاصه نمشيو عندهم اللي ناخذ عندهم الدعم باقل اثمن. يعني كما قلت لك الذره غالي، النخاله غاليه، التبن دابا غالي، الزرع غالي، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم، يعني هذا هو المصدر العيش ديالي. يعني ما كاينش، ما عندي، هذه الحرفه ديالي تقريبا 15 عام ولا 16 عام وانا خدام في هذه الحرفه. هذا هو المصدر الرزق ديالي انا وولادي. الروتين ديالك هو هذا، هو الروتين ديالي. يعني الا ما كما قلت لك الا ما خدمتش راه ولادي بيبقاو بالجوع. على كل نهار ورزقه، تقدر نهار تصور 40 درهم، تقدر نهار تصور 60 درهم، تقدر تصور نهار 100 درهم، ولكن كنخدموا بزاف في هذه العطله. بحال مثلا العطله ديال الربيع هي فاش تقدر، كاين نهار اللي ما تقدر تصور 4 دريال. نهار كاين تقدر تصور فيه 5 درهم 6 درهم، وانت تصور الترونسبور ديالك جيت لهنا زائد المعيشه ديالك راه لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني كاين شويه ديال التكرفص. وماشي غير التكرفص، حنا مكرفصين بزاف ولكن صابرين. الصبر هو باش مكملين صراحه تقال. زعما الصبر هو باش مكملين، ما نقولوا الحمد لله وصافي، ما راه الصبر هو باش مكملين. اش نقول لك؟ يعني الكلمه الاخيره نقدر نوجهها لك كما كنقول لك، هو بالمساله الاولى هي الناس ديال المكلفين بالفلاحه يشوفوا من حالنا، حيت راه ما كاينش الشتاء وبينا حنا بينا صوفي غو هادو. اما حنا حالنا الحمد لله راه غادي، واخا ناكلوا الخبز والزيت راه عايشين الحمد لله. شتي الخبز والزيت والماء قادنا، ولكن حنا هذا اللي كنشوفوا. علاش؟ لانه راه ما كاين ما ياكل. بين الناس اللي مكلفين بهادشي ديال يعني هادشي تاع القطاع ديال الماكل وداكشي يشوفوا من حالنا، يعطيونا شي دعم ولا شي حاجه الله يجازيهم بخير. هذا اصلا بكما ما كيسمعش سوا، وما بالك وكون كان كيهضر. يعني كي غتجيبو مع الصباح غادي يقول لك ايا شوف معايا هو الاول السي، شوف معايا شحال بتعطيني اليوم. تصور انت كون كان كيدير هادي،
يعني لا اله الا محمد رسول. السلام عليكم. المهم كنشكروا هذا القناه ديال اشواق. المهم حنا مضررين بزاف من ناحيه السياحه، ما كايناش اولا السياحه ما كايناش هذا العام، ثانيا الشتاء ما كايناش، السياحه الداخليه ما كايناش. حنا كن السياحه الداخليه فاش كتكون شويه في الويكاند، المهم اللي تيكون داك السبت والحد راه كديباني معاهم واحد شويه بعدا. المهم والاثنين ثلاثه على اربعه دوك الايام ديال الاسبوع راه ما تيكون والو. هاد الايام هاد الاسبوع راه ما كاين والو، لا ما كنتيش المهم لا ما تحركتيش دابا فهاد الشيء، لا كانت الايام الاسبوع خصك المهم تطلع البهيم للدار كتخليهم في الدار وتمشي انت تقلب في قنت اخر، تمشي لتبناي، تمشي الحاله باش المهم كتعض في اللحمه الحيه باش تعيش هاد الجمل هذا. المهم انت كتمشي كتخدم داكشي اللي كاين كتقسمو معاه، والمهم هادشي ديال الاعلاف المهم غالي بزاف. المهم ملي كتلقى الذره واصله 220 درهم وخصك ليها باش ترونسبور باش توصلك، المهم باش توصلك كتوصلك بواحد 230 درهم، و 230 درهم كيقدر هاد البهيمه هادي تاكلها في يومين، وانت خدام غير ب 70 درهم ولا 80 درهم راه كنعضو في اللحمه الحيه باش كنعيشوا هاد البهيمه هادي. كيتسهلك بزاف، كيخصو هو المهم كيصبر، هو المهم كيصبر لك على الماء، ولكن الجوع راه ما يقدرش يصبر عليه. المهم كيكونوا لك في نهار واحد يقدر يضرب لك 60 درهم 40 درهم 50 درهم، هادي لا بيتي تهلا فيه، وما بيتي دير معاه سلك هكا وهكا راه ما غاديش تشبعوا. كتقضيو المهم كتمشي فين ما كانت شي بلاصه تمشي تقلب فاش تقلع عليه شويه الربيع الا ما كانش ما يدار تقلب. المهم مكرفسين بزاف، وبين هاد الناس هاد المسؤولين هادو هاد الناس اللي مغلين هاد الاعلاف هادو ما فهمتش كيفاش خصهم يشوفوا هذوك اللي يدعمونا في المهمه في الاعلاف يديروا شي ثمن اللي مناسب، حيت هذا الشيء كثير وما فهمتش انا شنو اللي داير هذا الشيء، واش التجار بيناتهم هما اللي دايرين هذا اللي مغلين هذا السعر هذا، واش التجار بيناتهم هما اللي دايرين هذا هما اللي مغلين هذا الاعلاف، ولا ما فهمتش انا شنو كاين هذا الشيء اللي كاين. العلاقه مع الجمل ديالي انا عشيري معاه انا المهم الا ما المهم انا لما لا جلست غير شهرين وما ركبتش على الجمل ديالي وسميتو كنكون حتى في الدماغ ديالي ما مرتاحش، ولا كان هو ما معشيش ما واكلش كنكون حتى انا ما مرتاحش في الدماغ ديالي، لا شفتو غير نمشي عندك شي حتى انا كنمرض داخليا في النفس ديالي كنمرض، كنبغي ديما يكون واكل ملي كنشوفو هو شبعان واكل وسميتو هو حتى انا كنفرح كنشط ملي كنشوفو هو واكل كنشط. فوالا نحيدها من اللحمي باش نعيشو هو، مفاهم انا وياه، تنهضر معاه نتعامل معاه، واخا خاصها غير الهضره، كنهضر معاه انا كنقول ليه زيد تيمشي، كنقول ليه جلس كيجلس، فوالا داكشي اللي قلتي لي كيديرو، ما خاصهم غير الهضره مساكن هي اللي خاصهم وصافي، كنتعامل معاه كلشي اللي تنقول ليه تيديرو، ما يقدرش يدير معناش. الرساله للمسؤولين والمشاهدين المهم يديروا معنا شي حل لهادشي ديال الاعلاف، شي ثمن اللي مناسب اللي نقدروا يكون مناسب، المهم تكون هي يدعموا شي دعم يكون 60 درهم للذره ولا شي ثمن بعدا اللي نقدروا حنا نقدروا بعدا يكون شي دعم بعدا للمسؤولين بعدا يديروا معنا شي حل يعطوني شي دعم هادشي اللي كاين. بالنسبه للسياحه الناس مكرفسين، الناس مساكن الله يحسن العوان، واصحاب الجمل هما الاولين هما راه ضايعين في هذا الشيء ديال السياحه، والناس ديال الفروسيه كاين شحال من واحد دار دابا دار فايت في هذا الشيء ديال الفروسيه، شحال من واحد مسكين باع شغلو زين. وكاين التاثير خصوصا في السياحه في الصويره، كاين التاثير بزاف بالنسبه للناس ديال القياده اللي فوقيد، بالنسبه للمطاعم، بالنسبه للقهاوي، بالنسبه لجميع كلشي كاين التاثير. الناس هادو دابا مكملين غير بلا اله الا الله، والله لا بلا اله الا الله مساكن الله يحسن العوان، كل واحد مسكين هز عائله هز شحال من واحد، الناس الدراري الشباب مكرفسين خصوصا هنا في الصويره حيت كلشي مع السياحه. ودابا كاين شي شباب ان شاء الله كنتمنوا فيهم الخير، كاينين هما اللي مسيرين البلاد راه مزيان، كنتمنوا يزيدوا قدام بهاد المدينه هادي، وكلهم شباب كلهم طموحين كلهم مزيانين. هاد كنتمنى من الله سبحانه وتعالى هو الاول منهم يتعاونوا مع الناس ديال
المدينه مع السياحه مع الصناعه مع الصناعه التقليديه حتى هي راه مكرسين الناس ديالها كلشي هادشي كلشي اللي كاين اخاي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.